باش الجماهير، الجماهير وياكم تبردوا، الجماهير خصهم يبقاو دائما دائما على القرص كما تيقول. راه خاصنا التغيير، خاصنا التغيير. راه عباد الله ونجبدوا عاوتاني نقاط ديال داك التفاصيل اللي كاينه ديال الاختلالات اللي كانت في هذا المكتب هذا اللي كاين دابا. راه داكشي اللي ندار له الجميل، راه داكشي اللي دوك التفاصيل ديال العقود، راه داكشي راه هادشي خصنا نساليو معاه. واش عباد الله بادينغا وكابونغو العقود ديالهم فيهم بانه في الموت الا تباعوا تباع واحد فيهم ياخذ 20%. دابا هذا مدرب ولا سمسار؟ وكيفاش الرئيس اللي عندنا دابا كيفاش وقع معاه العقد 20%؟ عباد الله كابونغو وبادينغا وراه كيدير مجهود باش يدبر عليهم، راه كيحاول يدبر عليهم لانه كيدبر كيتسنى في ديك 20% راه عنده في العقد راه ديالو تحت منه، حتى واحد ما يقدر يقول ليه لا. هادي باش تعرفوا. المصيبه الثانيه هي المصيبه ديال العقود ديال بوطويل وديال المرابط. العقود ديال بوطويل وديال المرابط راه كاين العقد مصنف، راه مصنف، راه كيدور عند الصحافه، راه كيدور عقد مصنف. عباد الله مصيبه كحله داكشي اللي شفتيه. العقد ديال المرابط اش فيه؟ ديال بوطويل راه بحال ديال المرابط، بحال ديال بوطويل، فيه بانه هذا اللاعب هذا غيمشي بريطي مده 6 شهور للرجاء البيضاوي، لانه في الاول كان غيمشي للوداد، ولكن ديك الوقيته اللي كان غيمشي ما بقى والو للميركاتو، كانت الوداد نزلات واحد الرساله من الفيفا كتوقفوا مع الانتدابات. دونك بقاو كيقلبوا واش غيديروا معاهم. الرئيس المحمدي ما بقى عنده ما يدير بهم لانه خاق لها المشاكل ديال الاضرابات، قال اش غندير؟ نلصقهم في الرجاء. سي الرئيس ديال الرجاء نيت مع الجمهور ضاغط عليه، بغينا لعابه، فين هما اللعابه اللي جبتي وكذا كذا. قال بلاتي غادي نغمق على الجمهور ديال الرجاء بهاد جوج سميات، ما عندهم سميتهم ولاعبين دوليين في المنتخب المحلي وكذا كذا، نغمق عليهم بهاد الجوج هادو. العقد اش فيه؟ باش تعرفوا، لان ملي كنقول كنغمق على الجمهور راه كنعرف اش كنقول، راه بغى يغمق على الجمهور. العقد شنو فيه؟ العقد فيه بان هاد اللاعبين غادي يمشيو للرجاء البيضاوي على سبيل الاعاره 6 شهور، غادي ياخذوا بالمقابل، ومحمدية ما تاخذ حتى ريال. اللي كاين هو ان الرجاء غادي تخلص هذوك اللعاب على الاعاره. يعني المحمدية اللي ما كتاخذ حتى ريال عارف، فهم راسك بانه هذا قاضي الغلط في ذاك العقد، يعني ديولها اللعابه ما عمرهم غيمشيو حتى جهه وما غيلعبوش. اش فيه العقد؟ فيه بانه الرجاء غتعطي فقط اللاعبين بحال دابا بوطوي غياخذ 3 مليون في الشهر اجره شهريه، وغياخذ 30 مليون منحه ديال 6 شهور ديال الاعاره. منحه ديال 6 شهور ديال الاعاره غادي ياخذ 30 مليون. اذا السيد عنده فايز ب 30 مليون وفايز ب 3 ديال مليون شهريا اللي خدا، وفي الاخر نفس بالنسبه للمرابط، وفي الاخر ما يلعب حتى ماتش، ما لعب معنا حتى ماتش، راه دوز معنا 4 شهور. اذا 4 شهور اذا شدينا 3 في 4 هي 12، يعني 120 مليون. عنده 30 مليون في الشهر، عنده 30 مليون ديال يا ربي ديال 30 مليون ديال الاعاره، ها هي خداها، هذه ديالته ما يحيدها حتى شي واحد. وعنده 3 مليون في الشهر، دوز معنا 4 شهور هي 6، هي 12 مليون زيد على 30 هي 42 مليون. مشات هكاك السيد ما لعب حتى دقيقه. هذا السيد غير باش نتذكروا هاد التفاصيل باش نعرفوا راسنا. راه اليوم راه اي واحد يوقف لينا في الطريق ديال التغيير راه خصنا نوقفوا ليه. اتونسيون. اذا شوفوا هاد الفضيحه هادي، زائد هادشي كامل ما كافيهمش. زائد الى الرجاء باعت واحد في هاد اللاعبين هادو 40 مليون 40% تديها المحمديه، 40 مليون اعوذ بالله، 40% ديال قيمه الصفقه اذا تباعوا هادو بجوج، 40 مليون 40% المحمديه تاخذها. حاجه اخرى، هاد اللعابه ما يلعبوش ضد المحمديه، والا لعبوا الرجاء تخلص 20 مليون على كل لعاب. اذا هادشي كامل يعني، والرجاء الا بغاتو يعني ديك كما تيقولوا ديك سميتها ديك يعني لوبسيون داشا، الا بغيت تشريهم 400 مليون لها، 400 مليون هو عارف هذاك اللي باعوا اللي سلفوا من الرجاء، عارف الرجاء ما تقدرش تخلص فيهم 400 مليون لواحد. دونك لعب على هذه المسائل، دار ما بغى، عطاتو ليام، راه سميتو اللعابه راه كتشوف المرابط راه اش وقع ليه، بطوله سالات
لا قصدتو في راسنا سميتو لا خضره فسخ معاه مشى بحالو. اذا شكون اللي خاسر؟ خاسر. اذا بغينا نقطعو مع هذا الاسلوب ديال التسيير راه صافي يا صاحبي، هادشي خصو يسالي، هادشي خصنا ولا ريحه ديال شي واحد كان كيسير من قبل نشموها في الوازيس نهائيا. دونك فكنتمنى ان الجماهير الجميع تكون يد في اليد وكلشي يتحد وكلشي يعرف بان المرحله راه مرحله جد 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 حرجه وخصنا نوقفوا. راه ما عندناش بزاف، راه ما عندناش بزاف، عندنا اليوم 3 في الشهر 16 بقى 13 يوم فقط كيخص سميتو. سمعنا بانه السي بدراوي هذا لائحه فيها رجال اعمال كذا، كنتمنى انه ما يكون حتى ريحه ديال شي واحد مسيء سابق، وانه ربي يكون معانا باش بعض الناس بعض المنخرطين اللي نافذين ربي يجعل يديهم في نحرهم وما ينجحوش في المسائل ديالهم، وربي ينصر البدراوي انه يبدا لينا حركه تغيير في الرجاء. وهذا الشيء يبقى جزء من الماضي وننساوه.